خلونا بقى نروح لنقطة جميلة جدا يا جماعة. تم تعيين 16 لواء في المحافظين. المحافظين الجدد فيهم 16 لواء. ولازا لا والله ما حكم عسكر. 16 لواء لدرجة ان تعالى نقراهم الأول. نقرا أسامي سيادة ال 16 لواء مسكوا محافظة إيه؟ محافظة الغربية والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وأسوان وبورسعيد وإسماعيلية والسويس. كل دول لواءات يا راجل، لدرجة إن المتحدث باسم الرئاسة اتكسف يقول إنهم هيقول بقى إيه اللواء فلان واللواء فلان، فشال كلمة اللواء دي، شال لقب اللواء وخلاهم كلهم السيد. يعني وهم بيعرفوا السادة اللواءات المحافظين الجدد الستاشر شالوا من تعريفهم انهم لواءات وخلوهم كلهم سيد يا سيد. ليه؟ علشان الناس غضب. 16 وزير وتقول لي لا والله ما حكم عسكر. يا راجل امال لو كان حكم عسكر كان ايه اللي هيحصل في البلد؟